كثيرون يضعون اهدافا جديده للعام الجديد من ضمنها زياده معدل قراءاتهم ورغم الصوره النمطيه عن العرب بانهم امه لا تقرا كان مؤشر القراءه العربي التابع لمؤسسه محمد بن راشد قد كشف اقبالا على المطالعه للمواطن العربي بمتوسط 16 كتابا سنويا هذا الرقم قد يؤكده الاقبال الكبير على معرض كتاب جده في السعوديه الذي اختتمت فعالياته اخيرا وتجاوز عدد زوار 350 الف شخص مواقع التواصل دائما حاضره في جميع معارض الكتب، البعض يغطي تفاصيلها والبعض الاخر يستعرض حصيله مشترياته وكثيرون يسجلون المتابعه. احد ابرز من غطى معرض جده الدولي للكتاب، رجل الاعمال والناشط على سناب عبد الله حمود الرشيد الذي حظيت تغطيته للمعرض باهتمام واسع. ومن جدة في السعودية ينضم إلينا رجل الأعمال السعودي والناشط على سناب شات عبد الله حمود الرشيد أهلاً فيك معانا وخليني أبتدي معك من تغطيتك للمعرض أنت بشكل عام من المهتمين جداً بالقراءة والكتب فكيف شفت المعرض؟ هلا أختي مصيكل الخيرونس الخير للمشاهدين أعطيك مفاجأة من أولها خليني أبدأ لك في مفاجأة هذا أول معرض كتاب أحضره من أيام المدرسة فبالنسبه لي كانت نعم. تجربه رغم رائعة كل القراءه وكتب. والكتب وحديثك عن الكتب والقراءه في سناب هذه اول مره رغم كل اللي تسمعين اول مره احضر معرض للكتاب فكانت تجربه رائعه يعني صورتها في كل مم. بكل دقيقه يعني بكل لحظه فيها طيب خلينا نقول انت صورت ثلاثة ايام هذه ثلاثة ايام كانت سناباتك حتى فيها طويلة وفيها تفاصيل ايش إيش الجوانب اللي حاولت انك توصلها للناس من خلال سنابك انا كان ودي اغطي المعرض طول ايام المعرض م. كان ودي اروح كل يوم انا جاي للمعرض خصيصا في جدة وانسى نفسي تعرفين يعني انسى نفسي وأقعد اصور فكان ودي اغطيها كلها لكن حسيت انه صارت ثقيله على على المشاهد لانه اول يومين كان فيه كان فيه شكر كثير وكان حضرنا معاك تصوير على الكتب اللي اصورها لاني كنت اسال كل دار نشر وش اكثر الكتب مبيعا عندهم او اشهر الكتب اللي ينصحون فيها فكان في تصوير بعدين حسيت انه في ناس كتبوا لي او احد يعني كتب لي جتنا تخمه شويه من الكتب فخفت اغطي باقي ايام المعرض يوميا فرحت اخر يوم او قبل اخر يوم رجعت كملت على بعض دور النشر انا الهدف منها كنت اني اوصل اللي ما حضروا المعرض في دور النشر في دور النشر دايركت يعني مم. ارقامهم كيف يتواصلون معاهم كيف يقدرون يطلبون الكتب هذا كان الهدف منها يعني بس يعني تشجيع انت حطيت حتى للي ما يقدر يحضر معرض الكتاب حطيت له خيارات ثانيه طب انت في سنابك بتتحدث عن الكتب ودائما بتعطي معلومات طبعا يعني كلنا ملاحظين انه الغالبيه في سناب تتجه نحو محتوى مثلا نقول الكوميديا يعني ولا شيء كذا فرفوشي هل كان اتجاهك لهذا المحتوى الهادف ونجاحك فيه مثلا شيء بالصدفه اي والله بالصدفه يا أخت ساره اختي ساره انا عيالي يتابعوني يعني فتعرفي لازم اهتم انا وش راح اقدم بيشوفوا ابوهم في سناب يعني يمكن بعض المرات تقدر ترسل لهم رسائل عن طريق سناب ما تقدر تقول لهم اياها دايركت فهي جت بالصدفه انا كنت احكي قصص مثل القصص اللي احكيها لهم بعض المرات عن طريق سناب لما حسيت انه الدعوه صارت رائجه وكثير ناس يعني يعني ان كان هناك شهره فهي عن طريق هالقصص <applause> صرت بالاخير استغل ذا الموضوع وصرت بعد ما اقول القصه اقوم اقول لهم وش مصدرها. يعني هي ترى ما جبناها احنا من عندنا يعني ما جبناها من من الجامعه ولا من صرت اقول لهم القصه واقول لهم انه ترى مصدرها كتاب اخبار الاذكياء لابن الجوزي، تلقون الكتاب في جرير. كذا كنت اقول لهم قصه من 48 قانون للقوه فكنت اقول لهم هذا الكتاب من العبيكان. تلقونه في العبيكان، تفاجأت اني لما احط كتب زي كذا أه، تخلص من المكتبات، مم. يعني انا تفاجأت يمكن ما عندهم نسخ كثيره يمكن بالاخير هي عشر نسخ في كل فرع ولا وريفر، لكن بحد ذاته احساس جميل يعني عرفتي انه انك تحط اسم كتاب وبالاخير ينتهي يعني. صحيح أه، بس هذا كان الهدف والله. طيب احنا بنشكرك اليوم على مشاركتك معنا واحنا انا اخذت منك وعد مسبق انك انت ان شاء الله حتكون ضيفنا في الاستوديو المره الجايه لما تكون في دبي عشان نحكي عن وطبعا وجودك على سناب ونشاطاتك في سناب وفي عالم السوشيال الله ميديا ونتعرف عليك اكثر، كان معنا من جده رجل الاعمال السعودي والناشط على أبنى. سناب شات عبد الله حمود الرشيد، شكرا لك. شكرا.